صورتك في الصيف، صورتك في الشتي. حلقة النهاردة ابتدينا تصوير فيها مش شتا واستمر شغلنا فيها لحد النهاردة، مرورا بالصيف والربيع، ودينا داخلين على خريف السنة تقريبا سنة كاملة عشان نثبت الآتي: مين المسؤول عن الفقد اللي حاصل في استهلاك الكهرباء من غير مقابل؟ المسؤول التلاتة اللي قلنا عليهم قبل كده: موظف مرتشي، مواطن راشي، وشهود سلبيين شايفين شاهدين على الظلم والسرقة والرشوة وساكتين، بس كمان في وسط الضلمة دي في نور. في موظفين شرفة زي الموظف اللي جه يورينا ازاي تخترق منظومة الفساد ونهدها قبل ما تهدنا. معنى كده ان انا مش لو عليا 10,000 بقى، لو انا فندق تمام وعليا 1,000,000 جنيه كهرباء، 100,000 جنيه كهرباء تمام، هدفع بقى 100,000 جنيه كهرباء. بس دي مش مع الناس الغباء، مع الحيتان الكبيره اللي هم ماسكين التفتيش الاداري في حاجه اسمها كبار مشتركين في الاداره. ما هو الفندق مش هيروح محصل غلبان. لا، هم سايبين الحاجات دي للناس الكبيره، الحيتان بقى اللي هم دي لقمه طريه بقى. مسكين بيدفع فيها بقى، بيلفوا هم بقى. في عدادات بتعد، بس في كرنكات، الكرنكات دي لو فصلت يقلل استهلاكه. يعني لو بيعد مثلا في الشهر 50,000 كيلو، الكرنكات دي ممكن مثلا لو فصلها العداد ما يعدش خالص، والتاني يجي يحط له قرايه من عنده. مين اللي بيراقب على الكلام ده؟ مفتشين، بس ما فيش حد بينزل. هل بيحصل فعلا ان الناس تبقى عليها مديونيات تقيله ويحصل فساد وتجاوزات في المديونيات دي ويتلاعب فيها؟ ممكن، وارد. وارد من بعض الناس، احنا مش هنقول الناس كلها فاسدين. لا طبعا. بس من بعض الناس بيحصل الموضوع ده. وفي ناس كويسه وفي ناس محترمه، بس طبعا في ناس بتلعب في المواضيع دي كتير كتير جدا. انه ما فيش رقابه عليه. وده فعلا اللي عملناه. بلغنا عنه. واذا باكثر من مفاجاه. المفاجاه الاولى: منتهى الاهتمام من المسؤولين في وزاره الكهرباء. اهتمام وصل للوزير. احنا لقينا الوزير الدكتور محمد شاكر شخصيا اهتم، بعت للرقابه خصوصا النيابه الاداريه اللي لقيتهم بيتواصلوا معايا بمنتهى الاهتمام. بصراحه انا فرحت واندهشت، حسيت ان بجد في تغيير. المدهش اني لاول مره بقدر اتواصل بشكل شخصي مع اكبر القيادات. اتصلت بمعالي وزير الكهرباء، الجرس رن. هيرد؟ رد عليا، قال لي انا تواصلت مع النيابه الاداريه وبنقنن الاجراءات وهناخد موقف قانوني منه. بسرعه لقيت المستشاره اماني الرفاعي رئيسه النيابه بنفسها بتبعت لي بتتواصل معايا. ما هذا؟ هوب، لقيتها بعتت لي رقم المتحدث الاعلامي، قالت لي تواصلي معاه فورا واحنا مهتمين. على طول لقيت روب كولر مطلع لي المتحدث الاعلامي للنيابه الاداريه. رديت بيقول لي جاري عمل الاجراءات لظبطه وهنوافيكي بالفيدباك. اقسم بالله فرحت. هنستنى لقاءات نعرضها تاكد على حدوث رد فعل يفرحنا كلنا. طبعا لما جه قدام رئيس المباحث وقدام مدير الشركه جاب الفلوس. رجع الفلوس كلها. ال100,000. طب كويس، امال رحتوا ليه المباحث النهارده؟ رحنا المباحث على اساس ان هو مش عارف، ما كانش عايز يرجع الفلوس فرجعها. بس طبعا مدير الفندق لما انا عملت كده بقى فهو اتفق معاه على اساس ان هو يديله جزء تاني من الفلوس وخلصوا الموضوع من بره بره، يعني على اساس ان هم يكملوا بقيه الموضوع، يعني يكملوا الديل. ده بيحصل كتير في عبدالله؟ والله الحاجات دي بتحصل كتير طبعا، بتحصل في العمارات الجديده وفي العمارات الجديده اللي المفروض بيبقى فيها غرفه، الغرفه ديت بياخدوها من كل عماره على اساس ان هم يعملوها كمقايسه للعماره كلها. الاوضه دي طبعا بيستفاد بيها صاحب العماره، بيلغيها وبيدفع له رشوه 200,000 جنيه وما بيعملش الاوضه دي. الاوضه دي اللي هي بتخفف الاحمال بتاعه الكهرباء، المفروض بدل ما يبقى في ضغط على البوكسه بتاعه الكهرباء بتاعه الحكومه اللي في الشارع، فدي بتقلل من الضغط،
المفروض ان هو بيعملها على حسابه وبياخد جزء من العماره من عنده من المحل يعملها، فيعتبر 90% من العمارات ما بيعملوش الغرفه دي. طبعا بعلم الاحياء وبعلم شركه الكهرباء والموظفين دول كلهم طبعا اكيد بيقبضوا. موضوع غرف الكهرباء ده كان مفاجاه ليا، اول مره اسمع عن الموضوع ده او اكتشفه. ما كنتش اعرف ان الغرف دي ممكن تدخل ملايين للدوله ولخزنتها اللي دايما بتعاني. موظفنا العظيم بتاع شركه الكهرباء واللي يستاهل فعلا درع برافو مننا قال لنا اقتراح بيقدمه للرئيس السيسي بنفسه لانه بيحبه وبيحب البلد. قول يا باشا. انا حضرتك بقول لك اداره المال العام ان انا مستحرم الفلوس دي ما تخشش الدوله. بالنسبه لايه بقى؟ بالنسبه للمقاول بيسلمك الغرفه بيسلم كده ما دفعش اللي هي 100,000. طيب طب انا استفاد منه وغرفتين يغزوا منطقه كامله، مش شارع واحد كمان، يغزوا منطقه كامله والم فلوس بقيه الغرف تعالى عصا دخل كهربتك او هدفعك 100,000 جنيه زاد المقايسه. المقايسه 100 وفرق المحول بتاع الغرفه 100، ادي 200,000 جنيه. يبقى انا كده عملت ان لكن انا ارخص لي ان انا ارخص للمقاول انه يسلم لي الغرفه طبعا، وانا بعد كده هاخدها تاني هعملها بقى مخزن، هعملها جراج لعربيتي. في ناس عاملاها دلوقتي غرفه الغفير، غرفه الكهرباء، وفي غرف فيها كهرباء وناس عايشه فيها. تمام؟ وفي ناس عاملاها بتبيع فيها فاكهه غرف الكهرباء، وفي ناس بتبيع فيها بيبان شبابيك، يعني مستغلينها. طب ليه الفلوس دي ما تروحش للدوله؟ كان المفروض الفلوس دي تتلم وتدخل الخزنه. تخش الخزنه. ده احنا نقدر نصور ده، يعني تقدر تاخدنا خلينا نصور ده؟ صور كتير جدا واوريك غرف ناس قاعده فيها معيشه كامله. زوج وزوجه واطفال عايشين وقاعدين وبياكلوا ويشربوا وتجانسوا كل ما يخطر على بالك في الغرفه. في ناس عاملينها مخازن. بيخلفوا فيها؟ ما كهربا بقى. يعني كل حاجه في الغرفه. ما برشاش من حد، وبعمل ده في مصلحتي البلد، في سبيل ان انا شايف حاجه قدامي في منظومتي انا في شغلي اللي انا اعرفه وبقول عليها وبفتح عيون الناس وبالذات الرئيس ان انا بعزه. يعني في ناس كتير قوي في البلد تقول لك لا والدنيا وبتاع، بس لا انا يعني مثلا زي ما اكن مثلا حد فاهم دماغ حد قدامه هو بيعمل ايه ويسوي ايه. الناس مش فاهمه ان احنا مش يعني مش في يوم او في سنين، او اهم حاجه عنده السياسات الخارجيه اللي هي عاوزه تدمر الداخلي. يعني زي ما يقول مثلا ان احنا بلغتنا كده بالبلدي، في واحد عاوز يعمل مشكله ما بينه وبين مراتي ويطلقني، وعاوز يدمر عيالي ويشردهم. كذلك الامر رئيس الجمهوريه في ايد خفيه كده عماله تخش البلد في سبيل ان هو يفرق ما بين الشعب وبعضه. تمام؟ ان هم عاوزين يمسكوا بعضهم في اي حاجه بقى، في زيت، في سكر، في اكل، في شرب. بس احنا بنقول برضه والله البطن نفسها ما بتشكرش. عندي احساس ان انت حطيت مكانك مكان عبد الفتاح السيسي. مش هقدر اقيم نفسي بيه، ان هو طبعا راجل مخابرات عظيم وراجل كويس ومحترم، وانا بعزه في سبيل ان انا يعني مثلا اكون واحد كويس وعايز يعمل حاجه كويسه. صعب اديله خيط. انت عايز صعب؟ اديله خيط لحاجه معينه هو مش شايفها، طب ابقى اشوف بس بعيد، عشان انت مش هتفضلي لو انا طلعت وقلت وسويت وكذا 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 وحصل لي حاجه، ما برضه مش هتشوفني ان انا فرد في وسط مثلا اكنك رميت قشايه. والله بيتهيألك رميت قشايه في وسط ايه؟ عندي احساس في وسط قشايه. عندي احساس، عندي احساس قوي جدا يقينا ان الناس اللي زيك الرئيس بنفسه بيشوفه. تمام ماشي، بس احنا برضه انت مش متاكد صح؟ لا يعني هو مثلا برضه كتر خير في شغله وفي دنيته اللي هو فيها، بس احنا بنقول ايه؟ رب المنزل ما بيشوفش اللي داخل البيت نهائيا، اللي هو بيبقى خارج البيت معظم وقته في شغله. واحنا بنتكلم رئيس الجمهوريه كذلك الامر. انت غلطان. رب المنزل في مصر بيشوف كل حاجه. مش هقدر اقول اسمك لانك خايف. خايف تتعاقب على شجاعتك وشرفك، لكن حقك. حلقه النهارده
مليانة مفاجآت، لأننا زي ما رصدنا الوحش رصدنا الحلو برضو.